اتفاق الطائف يلي كل فترة وفترة حدا بيدافع عنه أو بيعطي الهم إنه ما عم بيتطبق مزبوط هو يلي مأسس المحاصصة والتعطيل بلبنان. كرمال هيك منضل نشوف فراغ بالمؤسسات وبيضلوا البلد معطل. بعد أكثر من 30 سنة على الاتفاق، ليش صار أصعب المس بالطائف اليوم؟ وليش صار ضروري البحث بتطويره؟ صعب اليوم ندافع عن أي جانب من النظام اللبناني نحن عم نعيش انهياره. اتفاق الطائف منه مسؤول عن هالانهيار، بس هو اللي حط الأسس الدستورية للمحاصصة بأول 15 سنة بعد الحرب وللتعطيل بتاني 15 سنة، وهن اللي عم ندفع ثمنهم اليوم بالانهيار. هالمأسسة للمحاصصة والتعطيل أخذت كتير أشكال. على صعيد شغل المؤسسات الدستورية مثلاً، ما حط الدستور ضوابط بتمنع الشغور، هيدا الفراغ يلي ممكن يكون نتيجة مماطلة رئيس الجمهورية بأنه يعمل الاستشارات ويكلف رئيس حكومة، أو مماطلة من رئيس الحكومة بأنه يقدم التشكيلة من بعد ما يتكلف، أو مماطلة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة على التشكيلة. على صعيد قرارات الدولة، ما في مهلة لتوقيع المراسيم يلي بتصدر من مجلس الوزراء، وهالشي بيعطي ضمنياً رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء حق الفيتو، وبيفتح باب التفاوض والمؤايدة من دون مهلة. وعلى صعيد جلسات مجلس الوزراء والنواب، مأسسة التعطيل أخذت شكل مسألة النصاب المطلوب، فنصاب التئام مجلس الوزراء تحدد عند الثلثين وخلق مفهوم الثلث المعطل، والنصوص الغامضة بمسألة نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بعد الدورة الأولى سمحت لأي كتلة من النواب بتتخطى نسبتها ثلث الأعضاء إنه تعطل انتخاب الرئيس. هيدا النظام من الفيتويات والمهلة المفتوحة والنصاب المستحيل أسس لنظام محاصصة بعد الحرب، بس بوقتها كان الاحتلال السوري يضمن إنه كل طرف بيطلع له حصته. بس بعد انسحاب ضابط الإيقاع بال2005 نفس النظام تحول لمكنة تعطيل. ما كانت مسألة التعطيل غلطة ارتكبها القيمين على النصوص الدستورية ولا محاولة لتغطية الفساد بلغة دستورية، كانت بصلب الاتفاق يلي أعاد توزيع الصلاحيات وقدم الضمانات كتمن للخروج من الحرب الأهلية ومن النظام يلي كان يعطي أفضلية للمسيحيين قبل الحرب. إجا اتفاق الطائف بعد حرب طويلة، أحد أسبابها ونقاط خلافها مسألة توزيع الصلاحيات السياسية بين الطوائف. تعدل الدستور ليراعي التحولات السياسية والديموغرافية يلي مرت على البلد من وقت أول دستور، ونقل الاتفاق النظام من نظام بيحكمه رئيس الجمهورية مع أفضلية للمسيحيين إلى نظام قايم على المناصفة. طبقت المناصفة بالمقاعد بين المسلمين والمسيحيين، صغرت صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل تعزيز صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعا، توزعت المناصب الأساسية بالدولة بطريقة بتراعي موازين القوى الجديدة. أما مسألة إلغاء الطائفية السياسية انتركت لمرحلة انتقالية مفروض تنعمل بعد تأسيس الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية وتحرير الانتخابات النيابية من القيود الطائفية. بالمقابل قالوا بنعمل مجلس شيوخ طائفة، وهو اللي لحد هلأ ما صاروا. صراع اليوم حول الطائف هو صراع بين القوى السياسية اللي استفادت منه بلحظة المحاصصة، يعني الحريري وبري وجنبلاط، والقوى السياسية اللي استفادت من الطائف بلحظات التعطيل، يعني حزب الله وعون. هو منه صراع بس حول الدستور وتفسيره، بس حول طبيعة النظام وطبيعة العلاقات السياسية بين الطوائف. إذا كان الطرف الأول اللي متمسك بالمناصفة منه قادر بقى يدافع عن الاتفاق بظل الانهيار والتعطيل، مش واضح بأي اتجاه الطرف الثاني بده يعيد النظر بالاتفاق. بلغة طائفية وأوضح، حزب الله بده يثبت حق فيتو شيعي بيمنع أنه الدولة تنقلب عليه، وعون بده يسترد بعض الصلاحيات للمسيحيين من السنة. بس التلاقي بيناتهم على شكل من أشكال المتالتة بين الشيعة والسنة والمسيحيين منه بديهي، لأنه بيرجع بيفرض تفاوض على أسس الحكم بظروف متقلبة. الأهم من هيك أنه الأطراف يلي ممكن تتفاوض اليوم على الطائف هي ذات الأطراف يلي فرغت هالاتفاق من معناه وحولته لمجرد غطى دستوري للمحاصصة والتعطيل. المناصفة أو المتالتة منه خيارات دستورية، هن بس غطى بسيط لمصالح ظرفية بتدل عن فقدان كلي عند الطرفين لأي رؤية للبلد. بركي ضروري إعادة النظر ببعض جوانب اتفاق الطائف، بس هيك تفاوضات عادة بيطلبوا ظروف سياسية كتير دقيقة. من 30 سنة سمح تقاطع الظروف الخارجية والداخلية بالوصول لاتفاقية. دوليا الولايات المتحدة كانت عم بتخوض حرب الخليج الثانية بمشاركة النظام السوري، وهالحرب سمحت بحصول حافظ الأسد على لبنان كجائزة طردية وبمباركة دول الخليج للصفقة يلي أعطى الغطى السني المطلوب للاتفاق. وداخليا مشاركة المسيحيين بحروب أضعفتهم سياسيا مع صعود سيطرة النظام السوري على باقي الأطراف، وفتح هذا الشيء المجال أمام الاتفاقية. ثغرات الاتفاق كانت محاولة ليلقطوا كل هالقصص بنص واحد، والمطالبة اليوم بتعديل الدستور بظل صراع إقليمي وداخلياً بظل سيطرة حزب الله والخلاف حوله،
وبلحظة انهيار تام مسألة شائكة وبتطلب مقاربة مختلفة عن المزايدات الإعلامية يلي عم بيعملوها الطرفين ومحاولاتهم ليتلاعبوا على النصوص. يمكن الطائف يكون بده تغيير، ويمكن فشل النظام ناتج عن نص الطائف أو عن سوء تطبيقه، بس المسألة الأساسية اليوم منا عن مضمون الاتفاق الجديد، بس عن شروط تعديل أو إبرام أي اتفاق جديد. الدستور هو عقد اجتماعي، والطبقة السياسية فقدت أهليتها لتقوم بأي عقد.